هي قصة رحلة من الحياة إلى الموت تتخللها رحلة طويلة في أعماق المجتمع العراقي، والفكرة الرئيسية تظل قصة تلك الفتاة اليافعة التي اغتالت أحلامها وفطرتها لتغتال أيضاً أكبر عدد ممكن من الأبرياء، وهي قصة مستوحاة من الواقع. يعني كنت أحضر لفيلم ابن بابل بالعراق من 2008، وقرأت بالجريدة بأن أكو انتحارية 5 دقائق قبل ما تفجر نفسها، اجت المركز الشرطة بديالة بعقو بالحقيقة، وقالت لهم أنا عندي قنبلة المفروض تنفجر على مركز الشرطة. الواقع العراقي لم يكن مساعدا على إنتاج عمل فني بهذا المستوى، لكنه كان الدافع إلى تحوله إلى عمل مشترك جمع أكثر من دولة. أو ماكو فند حقيقي يساعدني في بلدي من أجل أن يكون هذا الفيلم بالمستوى اللي شفته، المستوى الإنتاج ومستوى ضخامة الإنتاج وضخامة التقنيات الموجودة، فلهذا نتجه إلى طريقة الإنتاج المشترك. السفير العراقي الذي حضر العرض في مهرجان لندن للفيلم رأى في ذلك رسالة إضافية أداها الفيلم. تعضيد وتطوير العلاقات بين الشعوب، وهذا التبادل الثقافي بالتأكيد سيصب في تعضيد العلاقات الثنائية بين البلدين. إقبال كبير شهده العرض وإعجاب متفاوت كان النتيجة. أعتقد أنه فيلم قوي وذكي جدا، ولازلت أحاول أن أفهم إن كانت القنبلة قد انفجرت أم لا في النهاية. أعتقد أنه قد يساعد في ثني الفتيات عن الانجرار نحو الفكر الجهادي وفي خلق عالم أفضل للجميع. ما كان في كتير ديالوج بشكل واضح، بس كان في كتير ديالوج بالعيون وبالتعابير الجسمي. بعد نص ساعة من بداية الفيلم صرت أبكي. هذا الفيلم ليس إنتاجاً عراقياً محضاً، وإنما شاركت فيه دول مختلفة، مثلما هي مختلفة جنسيات منفذي وضحايا تلك العمليات الانتحارية. الفيلم ليس مجرد قصة روائية، وإنما واقع معاش بالنسبة للكثيرين عبر العالم، حتى هنا في لندن. علي وجانا، الحرة.